وهو لعيب رائع جدا، ألف سلام عليه طبعا الكورونا. ضربة ركنية من ناحية يمين، تلعب عرضية خطيرة وهوبا والهدف. يا نهار أبيض يا نهار أبيض عليك يا سولية، تسلم دماغك يا ابني. حلوة 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 حلوة. وفي الدقيقة إيه؟ في الدقيقة خمسة، لا خمسة وخميسة، خمسة وخميسة، خمس 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 في الدقيقة. مجدي قفشة صانع الألعاب الرائع أخذ واحدة كده على الماشي من شيكابالا، بيعتذر له شيكابالا. محمد هاني ماشي، محمد هاني ماشي، عايز يعدي، عدى، خطير خطير خطير، ومره ثانيه ويتقرب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ودخله مقتحم زيزو بكعب حلو، شيكابالا شيكابالا وهوبا. يا نهار ابيض، حلوه حلوه حلوه. يعني هي تعالي معلول لامم شويه على وسط الملعب، قفشه يمشي كوبري كده لطارق حامد، من الحاجات اللي بتعمل صداع، لكن محمد هاني يلمسها على طول. بص بقى الملعب فاضي ازاي. استلام مره ثانيه من اسلام جابر، عايز يسدد من بعيد او تضرب وتطلع المفضل ناحيه اليمين. دي المحط، دي المحط، دي المحطه، دي المحطه، دي المحطه، دي المحطه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا مدحت يا شلبي، قلت مكانه في اليمين ودي المحطه، مكانه في اليمين وحط الحطه وحط الحطه. يا ولد يا لعيب، حلوه 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 حلوه. مباشره تتلعب على طول من ناحيه الشمال، ارضيه لطارق حمد هيفكر يسدد، تسديده ارضيه تغير اتجاهها، حطها لشيكابالا، شيكابالا ومعاه علي معلول ياخده ويحطها عرضيه منتهى الخطور لرجله لقفشه، لا جاي احط، خطيره 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 وهوبا. يا نهار ابيض يا نهار، ضربه ركنيه من ناحيه اليمين وبشماله، ارضيه خطير خطير خطيره وهوبا ببطن رجله. حلوه مصطفى محمد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ودي خطيره وهوبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. جيرالدو عنده سرعات وبيدربك الدنيا وهو بيجري، بيفكرنا ده هنلجا الى امر اخر هنقوله دلوقتي. شرقي بن شرقي بن شرقي، وفاول على بن شرقي. باشيتو ايضا محتفظ بهدوءه كاملا. موسيماني طويلة وعميقة، أي حاجة مقطوعة على وسط الملعب مرة تانية، والتدخل هوب. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا قفشة، يا نهار أبيض يا قفشة، يا نهار أبيض. اطلع من هدومك يا ابني، اطلع من كل هدومك يا قفشة. حلوة 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 حلوة، وفي وقت قاتل وفي الدقيقة 85. يا مش عارف الحقيقة، يعني أنا برضو المسألة غريبة، لكن يعني هل ممكن تبديع اجراءات احترازيه؟ آه طبعا، لانه الميدانيه حتى بيستلموها من تحت. طبعا واضح كده. واضح انها اجراءات احترازيه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لازم يبوس لاعبته ويحضنهم، يعني فرحنا كمان من غير سلام ايد. ودي حاجه، وانه يرفع الكاس مؤمن زكريا وكاس افريقيا، كاس افريقيا ل 2021 يرفعها مؤمن زكريا، مؤمن زكريا يرفع كأس إفريقيا، والنادي الأهلي الذي سيذهب بمشيئة الرحمن إلى كأس العالم للأندية.